دي بترجعنا لفكره بكاري جسامه. كل يقول لك يا سلام هو بكاري جسامه هو زي الفل اهو، امال اللي كنتوا عاملين دوشه ليه؟ هو الدوشه كانت معموله ان احنا بنقول بكاري جسامه ما بيعرفش في القانون، ولا بنقول ان بكاري جسامه لا يمتلك مقاومات الحكم الجيد؟ احنا بنقول لا يمتلك اراده الحكم الجيد. في بعض الاحيان كانت قراراته محل جدل. النهارده بالمناسبه الشغل اللي حصل في داخل الاتحاد الافريقي، ولاول مره تشعر ان مصر لها صوتا مسموعا قويا داخل الاتحاد الافريقي. لازم زي ما بنتكلم وبننقد ساعات رجالنا، لازم نشيد بموقف الكابتن هاني ابو ريده. ايوه، اللي علمت انه كان بينبه وكان بيقول يا جماعه تعالوا نراقب التحكيم. تصور ان انت بتشيد بكاري جسامه انه ما ظلمش الاهلي. هو لم يحسب الاهلي شيء يعني. صحيح. فانت ولم ينقذ الاهلي من شيء. انما انت بتشيد بيه انه الحمد لله ما ظلمنيش. والحقيقه دي كانت يعني ده كان موقف مسبق مهم يا جماعه للنادي الاهلي، لانه من اول ما اعلن عن تعيين بكاري جسامه لهذه المباراه تم استدعاء كل الوقائع السابقه اللي غير ايجابيه لبكاري جسامه مع الاهلي. اطاحت بالبطولات. وكان تحرك ايجابي حاد جدا وصريح جدا من قبل اداره النادي الاهلي مع الاتحاد الافريقي وقياداته. حصلت اتصالات زي ما قلنا المره اللي فاتت للكابتن محمود الخطيب مع مسؤول الاتحاد الافريقي انه الاهلي بيبدو تخوفه، بيطلب انه لو ده ما يحكمش المباراه يبقى افضل. الاتحاد الافريقي عنده قرار انه ما فيش تعديل للحكام، فالاهلي طالب فقط اقرار العداله بس، مراقبه الحكام في الادوار النهائيه المهمه. انت في ادوار اقصائيه في بطوله كبيره. فكان في اتصال مستمر بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس هاني ابو ريده عضو اللجنه التنفيذيه في الفيفا، اللي الحقيقه زي ما المهندس عدلي اشار اهتم جدا بمتابعه هذا الملف في الاتحاد الافريقي. ليس مطالبه الا بالعداله، انت بتطالب يا جماعه نبص على الحكام كويس، يا جماعه في تعيينات الحكام في الادوار المهمه في معايير كتيره لازم تتراعى، والحكم يبقى عارف انه اولا كل العيون متفتحه، الرقابه موجوده، الاختيارات وسياسه تعيينات الحكام متوقفه على درجه الاداء ومستوى الاجاده فيها، فبالتالي مش مطلوب من الحكم الا انه يبقى فير. تخيلوا فعلا ان احنا نصل لمرحله كل اللي بنطالب بيه ارجوكم اقرار العداله، لانه اللي حصل للاهلي مع بكاري جسامه ومع غير الجسامه كانت اخطاء فيها كثير من الجسامه. فشيء جيد انه حصلت هذه الاتصالات، حصلت نوع من تفتيح العيون على اداء الحكام لمصلحه كل الاطراف. هو دي النقطه اللي عايز اتكلم فيها بقى. هل استفاد النادي الاهلي من انه علق الجرس في رقبه القط، ولا كل الانديه استفادت؟ كل استفاد، واولهم يعني مباراه الزمالك والترجي. النادي المصري كان من الممكن لو الزمالك ان يتعرض لشيء من العنت يطيح به. صحيح. فلما الحكام تشعر انها بقى لا الموضوع مراقب وان هيكون في حساب خلاص، مفيش حاجه هتعدي. والتحكيم الافريقي شانه شان التحكيم المصري، شانه التحكيم الاوروبي. صحيح. هم عندهم ادوات العلم. صحيح. لكن ساعات الاراده صحيح بتتاثر. فاحنا كان كل اللي يهمنا ان يبقى فعلا الحكم غم عينه عن الالوان وربنا يوفقه، وقد يحدث خطا تقوم تتحمله منه لما يكون خطا. ايوه. انما لما تشعر ان هو يعني يحسب عليك ضربه جزاء ومن لعبة اكثر وضوحا ليك ما يديهالكش في نفس المباراه اللي تسبب في خروجك وقبليها بسنه بتخرج، لازم تنزعج. النهارده موقف النادي الاهلي كالعاده ياخد الموقف الموضوعي والذي يدلل عليه والذي يقنع الناس انه بيحتج عن حق، فتستفيد منه كل الانديه الاخرى.